بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا دائما على طاعة الله ومحبته ورضوانه. ونحن اليوم أمام مناسبة عظيمة نريد أن نتكلم عنها ونأخذ منها العبر والعظات والدروس، وهي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. بداية، كما تعلمنا جميعا أنه لما اشتد الأذى من أهل مكة على المسلمين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يهاجروا إلى بلد آخر ليقيموا دين الله تعالى في الأرض ويستقروا في المكان الذي يستطيعون من خلاله أن يعبدوا الله عز وجل من دون مضايقة من كفار مكة. وتعلمون أن بعض الصحابة قد استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وبقوا هناك مدة من الزمن، ثم ترامى إلى أسماعهم بأن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام وأنهم صاروا جميعا مسالمين، فعادوا مرة أخرى إلى مكة، ولكنهم فوجئوا بأن هذا الخبر لم يكن صحيحا، فبعضهم أقام وبعضهم هاجر مرة أخرى. ثم الله سبحانه وتعالى اختار المدينة النبوية التي كانت تسمى قبل الإسلام يثرب، المدينة المنورة أو المدينة النبوية كانت تسمى قبل الإسلام عند العرب يثرب، فالله سبحانه وتعالى اختار يثرب لكي تكون دارا للهجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى في المنام رؤيا أنه يهاجر إليها، ورؤيا الأنبياء كما تعلمنا نوع من الوحي، كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي يعني ظني، فذهب وهلي يعني ظني أو تفكيري إلى أنها اليمامة أو هجر، يعني هاي مناطق هيك في منطقة نجد، ولكن فإذا هي المدينة يثرب. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فوقع في قلبه بداية أنها إما منطقة هجر أو منطقة اليمامة قريب الرياض وهالمناطق هذه في المنطقة الشرقية، ولكن تبين له أن المنطقة المراد أن يهاجر إليها هي يثرب وهي المدينة. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. إني أريت يعني في المنام دار هجرتكم ذات نخل، فيها نخل، المكان هذا فيه نخل، بين لابتين يعني بين جبلين صغيرين أو حرتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. اللي كانوا مهاجرين من قبل باتجاه الحبشة لما سمعوا بأن المسلمين قد هاجروا إلى المدينة فهاجروا أيضا الهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة المنورة. يروي لنا سيدنا البراء رضي الله عنه يقول: أول من قدم علينا، طبعا البراء أنصاري يعني من أهل المدينة، فبيحكي لنا الآن
يعني مشهد وصول المسلمين المهاجرين من مكة إلى المدينة. يقول: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. أول شيء وصل سيدنا مصعب وسيدنا عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم تعرفنا أنه كان كفيف البصر وكان مؤذن، يؤذن يعني في المدينة. ومصعب بن عمير كان شابا أعزب، كان شابا عزبا. قال: فجعلا يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا في 20 من الصحابة. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أول شيء بدأ الصحابة يهاجرون قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الولائد والصبيان، يعني الجواري الصغار والصبيان، يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. السيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا حديثا مجملا ولكن فيه بعض التفاصيل المتعلقة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تقرأنه عن موضوع الهجرة في كتب السيرة أو في غيرها إنما هو مستمد تقريبا من هذا الحديث الطويل من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. يعني المدينة كيف نقول، المدينة هي أرض بركانية فيها براكين، المنطقة هذه فيها براكين، وأكثر من مرة وقع فيها انفجارات براكين. فهذه البراكين تقذف بالحمم، فالحمم التي تقذفها بعد فترة لما تبرد تتحول إلى أحجار، أحجار سوداء. فهذه المدينة فيها بقايا من مقذوفات البراكين عبارة عن حجارة سوداء، فتسمى الحرتان، واحدة من هالجهة واحدة من هالجهة، فالنبي ولونها أسود، صخور لونها أسود. فقال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. هون سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صار يتجهز، صار يتجهز لأجل أنه يهاجر. هو ما كان يطمح بأنه يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وإنما هو زي زي عمر زي مصعب جهز ناقة وبده يركب عليها ويسافر إلى المدينة. قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، يعني انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي. معنى كلامه أن انتظر شوي، أنا ناطر الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يؤذن لي بالهجرة، فإذا جاء هذا الأمر تهاجر معي فنكون يعني صحبة في الطريق. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعم. هنا حبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني جعل ينتظر حتى يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. الله يجزيك خير يا شيخ عمر. يعني صار جهز رضي الله عنه، جهز راحلتين قويتين جيدتين، وصار يعتني فيهما بغذاء بشعير بطعام حتى يكونوا أقوياء ويقدروا يحملوهم من مكة إلى المدينة 4 أشهر. بقي يعتني بالناقتين 4 أشهر من يوم اللي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 4 أشهر ثم قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة وقت الشوب،
قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني متلتم مشان ما حدا يشوفه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. هذا الوقت وقت حر الظهيرة في مكة، وقت شديد جدا، الناس ما تخرج فيه من بيوتها، يعني بيخافوا من الشمس وضربة الشمس، فبيضلوا في متآوين ببيوتهم حتى ينكسر حر الظهيرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوقت، قالت في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، يعني في أمر كتير مهم حتى جاءنا في هذه الساعة. نعم. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، قال له مين عندك بالبيت طلعهم برا، بده يحكي كلام سر، يعني في كلام خاص. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أهلك يعني السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت في مكة قد عقد عليها، يعني كتب عليها الكتاب، ولكن ما صار الدخول، ما صار العرس، يعني لساتهم يعني خطبة وكتب كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ما عرف يعني من هي، هل هي عائشة، هل هي أسماء، هل هي، فقال له مين عندك طلعهم برا، برات الغرفة، أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هم أهلك، قال له هاي عائشة زوجتك، يعني هاي خطيبتك، مكتوب كتابة. فقال عليه الصلاة والسلام فإني قد أذن لي في الخروج، إني قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال أبو بكر الصحابة، يعني المصاحبة، يعني أسألك يا رسول الله أن يكون صاحبك في رحلة الهجرة. الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وافق عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني هون أبو بكر فرح فرحا شديدا، لأنه هذا شرف ما أحد من العالمين ناله، ما أحد نال شرف هذه الصحبة سوى أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال له خذ هاي راحلة إليك وراحلة إلي. فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، قال له باخذها بس بدفع حقها. ليش؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون أجر الهجرة في سبيل الله يعني خالصا صافيا، يعني ما يكون يعني الراحلة بده يدفع حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل ذلك من أبي بكر. مع أنه في بعض الأحيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل مال أبي بكر ويقبل هداياه، وقال يعني واساني بنفسه وبماله وقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. ولكن في هذا الموضوع بالذات حتى تكون الهجرة خالصة لوجه الله الكريم وثوابها لله تبارك وتعالى فقط، أرادها عليه الصلاة والسلام خالصة صافية، قال له باخذ الناقة ولكن أدفع لك ثمنها. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، يعني بسرعة، وصنعنا لهما سفرة في جراب، حطوا لهم شوية أكل، شو يعني شوية خبز يابس على شوية تمر على شوية، يعني شو أيام ما كان عندهم معلبات وما عندهم شيء، يعني فكان الطعام هو التمر والخبز. الخبز طبعا بيبس، إذا ما حطيته بالفريزر الخبز بيبس، خاصة بهالجو بهالشوب، فكانوا يحطوا عليه القليل من الماء، يرطبوه بشوية مي ويأكلوا هذا الخبز، ويأكلوا معه تمر، ويأخذوا شوية مي، أو أحيانا بيكون في شوية زبيب أو شيء من أقيط، يعني لبن هيك قطع لبن مجففة، يعني شيء ما تيسر. قالت فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها. المرأة في ذلك الزمن كانت دائما تلف يعني مثل نطاق أو شال، يلبسوا جلابيات ويحطوا هيك يعني شيء يربطوا فيه، فأخذته فشقته نصفين، فربطت به على فم الجراب
وأعادت الثاني إلى وسطها، فبذلك سميت ذات النطاقين، سميت رضي الله عنها ذات النطاقين، وهي بنت أبي بكر وزوجة من؟ تعرفوا زوجة من؟ أسماء بنت أبي بكر زوجة من؟ زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام أحد من؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقتل شهيدا. وأولادها عند أولاد كثر، من أشهرهم عبد الله بن الزبير الذي قتله الحجاج في يعني وهو متحصن بالكعبة الشريفة، وأخوه الفقيه المشهور المعروف عروة بن الزبير وهو تابعي ليس صحابيا، أدرك عائشة رضي الله عنها ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، تلقى العلم عن عائشة وعن كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فأسماء سميت ذات النطاقين، قالت عائشة يعني: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. طبعا جبل ثور ليس على طريق الهجرة، ولكن هني متوقعين انه اذا انا مثلا طالع من هاي المدينة من مكة بدي اروح على المدينة، فحتما حيلحقونا ويعني يشدوا علينا بالأحصنة وبالخيول ويلحقونا، فلا بد من التمويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريقا معاكسا مخالفا، فذهب إلى غار ثور واختبأ فيه 3 ليال لحتى ينقطع عنهم الطلب. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر يبيت مشان يرعى شؤون ويشوف شو لازم لهم، وهو غلام شاب ثقف لقن، وهو شاب غلام شاب ثقف لقن، يعني حاذق وذكي وسريع الفهم. الإنسان في يعني وظائف الحياة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله وفي العمل يحتاج إلى الأذكياء، يحتاج إلى العقلاء، إلى الناس الواعين. يعني ما ممكن يختار واحد يعني عقلاته على قده ولا قليل الفهم ولا أبله ولا يروح يخبر عليهم ولا ما ينتبه إنه في حدا لاحقه فيجيب الطلب لعندهم، لا، يعني كان حاذقا وسريع الفهم. فيدلج من عندهما بسحر، يعني يخرج من عندهما في آخر الليل قبل الفجر، في وقت السحر هو بيبات عندهم بالكهف، قبل الصبح في وقت السحر يخرج من عندهما فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، يعني كأنه كان موجود ونايم بمكة، فيجلس ويستمع الأخبار، بيقعد معهم بالنوادي يتسمع شو عم بيحكوا ماذا يقولاني، فلا يسمع أمرا يكتاداني به، يكتاداني يعني من الكيد إنه شو عم بيخططوا، إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. بعد العشي لما بصير الظلام، طبعا زمان ما في أضواء ولا في كشافات ولا في شيء، متى ما صار الليل يحمل ضرب طريقه ويروح مشي لعندهم على الغار ويحكي له للنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر إنه أهل مكة شو عم بيقولوا، شو عم بيحكوا، شو عم بيخططوا. طيب بدنا شغلة تانية لزيادة في التمويه، جابوا رجل راعي غنم اسمه عامر بن فهيرة، وكان مولا عند أبي بكر، يعني مثل شغيل عن سيدنا أبو بكر. فجاءوا به ومعه منحة من غنم، معه قطعة غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. بيجيب الغنم لعند الغار لأنه بدهن لبن، بدهن حليب، بدهن يأكلوا، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني بريح الغنم لعندهم، بصيروا بيشربوا هني من المنائح هذه الأغنام من اللبن تبعها، وبعد ذلك بوقت الفجر بغلس لما هيك يجهجه الضوء، يعني عامر بن فهيرة يصيح في الغنم
وبرجعهم لمكة. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بني عدي، هاديا خريتا، هاديا يعني بدل على الطريق، والخريت هو الماهر بالطرق. يعني قديما، هلا نحن الآن نمشي بالشوارع إما بيكون معنا جي بي إس ومعنا مواقع ومعنا خرائط ونمشي عليها، أو منلاقي بالشارع في لوحات وآرمات بيقولون اسطنبول مثلا 160 كيلو، بولو 150 كيلو، نمشي باتجاه اليمين باتجاه اليسار. بالصحراء ما في هذا الحكي. ما الحل؟ الحل كان في ناس مختصين بهذا المجال، هاي شغلتهم، يعملون بهذا بالأجرة، وبعضهم مهرة جدا، بيعرفوا التفاصيل، بيعرفوا الأماكن، بيعرفوا البيد والمفاوز، يقول لك هذا الطريق أحسن من هذا الطريق، هذا الطريق مختصر، هذا الطريق طويل، هذا الطريق فيه لصوص، هذا ما فيه لصوص، هذا أبعد شوي ولكنه يعني أقرب إلى الظل، وهكذا. فهني استأجروا رجلا هاديا خريتا، وكان رجلا مشركا، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، لكن كان رجل موثوق، حتى ولو كان مشرك ولكن رجل موثوق ما بيفشل أسرار، فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما، عطول الناقتين، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. يعني عطول راحلتين راحوا هني على الغار، عطول راحلتين قالوا له خبي عندك، لأنه دول المشركين بدهم يمروا على الغار، إذا شافوا وين بدهم يخبوا الناقتين، صعب تخبايتهم، فحيشوفوا آثارهم، حيشوفوا البعر تبعهم، فحيعرفوا انه هون في ناقتين، معناتها في شخصين. فهني عطوه الناقتين وقالوا له خبيهم عندك، وهني راحوا مشي ودخلوا الغار واختبأوا فيه، قالوا له بعد ثلاث ليالي جبلنا الناقتين وتعال. بعد ثلاث ليالي جاء ومعه عامر بن فهيرة، فانطلقوا واخذوا اخذ بهم طريق السواحل، هيك الطريق اللي باتجاه البحر باتجاه جدي، لانه هذا الطريق البعيد، واللي عم بيدور على حدا ما بيجي بياخذ الطريق البعيد، بياخذ الطريق المختصر. يعني المقصود يا بنات انه كل هذه القضيه هو الاخذ بالاسباب. احنا حكينا من قبل، ما ادري اذا حكينا معكم عن موضوع التوكل على الله، انه نميز ما بين التوكل وما بين التواكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى انه نحن ناخذ بالاسباب وندرس ونتعلم ونجتهد، وبنفس الوقت نسلم الأمر إلى الله عز وجل تبارك وتعالى. أما التواكل اللي هو نحن ما نأخذ بالأسباب، بس منقول نحن متوكلين على الله. يعني يجي أنا مثلا أترك سيارتي برا مفتوحة وحاطط فيها مثلا أنا أغراض وهويات وجواز سفر والمفاتيح عليها، أقول أنا متوكل على الله، وبعدين بطلع بلاقي السيارة مسروقة والأغراض أخدينهم والشنتاي سارقينها. لا، هذا ما توكل على الله. إجي أنا مثلا ما أفتح كتاب ولا أدرس ولا أتعلم ولا أجتهد ولا أقرأ، وبعدين أقول متوكل على الله، وإجي يوم الامتحان أقرأ سورة ياسين وقول لأمي ادعي لي، إيه والله إذا بتقرأ القرآن كلياته ما حتنجحي، لأنه الله عز وجل ربط الأشياء ببعض، الأسباب بالمسببات. هذا نبي الله الأعظم، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي يأتيه الوحي، واللي الله عز وجل حافظه من فوق سبع سماوات، وهو يعلم، هو يقين يعلم أنه سيصل إلى المدينة، وأنه لن يقتل ولن يكمش ولن يسجن ولو، ومع ذلك يعلمنا كيف أنه نحن لازم نخطط ولازم نرتب ولازم نأخذ بالأسباب. جاب ذات النطاقين أعطته الزاد، وأبو بكر جاب الراحلتين، وعبد الله بن فهيرة صار يجيب الغنم، وعبد الله بن أبي بكر صار يبات عندهم ويجيب لهم الأخبار،
وهذا من بني الديل، هذا الرجل المشرك كان هو علامة الطريق، الخريط الذي يدلهما على الطريق. كل ذلك مع التوكل على الله، لأنه الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم فوق ذلك سلكوا طريق السواحل، أخذوا طريقا مختلفا عادة لا أحد يمشي به. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك ابن جعشم. هذا في قصة حدثت، سمعانين فيها قصة سراقة صح؟ نأخذ شوية تفاصيل. سراقة ابن مالك صار فيما بعد صحابي، ولكن في تلك الفترة كان مشركا. أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم، يعني ابن مالك بن جعشم، يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، من قتله أو أسره. قال: اجوا لعنا رسل من عند كفار مكة، اجوا لعندهم، صاروا هن يدوروا على أحياء العرب ويقولوا لهم إنه اللي بيجيب لنا محمد وأبو بكر سواء كان أسيرين أو قتيلين نحن منعطيهم جائزة، ندفع لهم جائزة. نعم، من قتله أو أسره. قال: فبينما أنا جالس، مين اللي عم يتكلم؟ سراقة. معي أنتم شوبين اليوم، يلا معلش إن شاء الله تؤجروا على هذا الجو وعلى هذا الحر، يعني إن شاء الله في سبيل الله إن شاء الله. طيب، قال: فبين سراقة عم بيقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، قاعد مع رجال هيك عم يشربوا خمر وكذا، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال: أنا جاي من جهة الساحل، شفت من بعيد خيال ناس ماشيين، بعتقد أنه محمد وأصحابه. نعم، فقلت لهم، فيقول سراقة: فعرفت أنهم هم، يعني قال بقلبه فعلا هذا محمد وأصحابه، لكن هو بده يخدعهم للجالسين حتى ما يقوموا ويلحقوه وياخذوا الجائزة، بده يروح هو لحاله يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ويسلمهما للمشركين ويأخذ الفلوس هو له وحده، فأراد أنه يخربطهم. قال: فعرفت أنهم هم، فقلت له: لا، إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعين. قال له: هدول أبو فلان وأبو فلان طلعوا مبارح، نحن لنا خبر أنه طالعين. نعم، إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة حتى ما حدا يشك فيه، ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. قال له: خذ الفرس واطلعي هيك بعد فيها شوي، خبي لي اياها بالمكان الفلاني وراء التلي وانا بلحقك بعد شوي وبيجي باخذها. واخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الارض وخفضت عاليه حتى اتيت فرسي فركبتها. يعني المراد انه خرج بالسر خفية، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي. لما وصل لعند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم ماشين عن ناقة وأبو بكر معه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وهو يقرأ القرآن. قال: فلما دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، قوائم فرس الأمامية انتنت. فهو شو صار فيه؟ الفرس على سرعتها شلفته كبته بالأرض فوقع من على الفرس. قال: فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، أخذ سهم فاستخرجت منها الأزلام. هدول كان في عندهم هيك أزلام هن يعملوا فيها مثل رهان، يعني يستقسمون بالأزلام، مثلا أنا بدي روح ولا ما بدي روح،
سافر ولا ما سافر؟ نحن لما بنسافر شو بنعمل؟ نعمل استخارة. هاي اللي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين ما كان عندهم استخارة، فكانوا يستقسمون بهذه الأزلام فيرميها. إذا اجت على مثل الطرة والنأش، إذا اجت على هذا الوجه بيقول معناتها لازم روح، إذا اجت على الوجه الثاني بيقول معناتها ما لازم روح. قال: فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني طلع له بهاي الأزلام أنه لا لا تضرون، فركبت فرسي وعصيت الأزلام. قال: ما رديت على الأزلام، خلص بدي أنا أهجم عليهم وأكمشهم. وعصيت الأزلام تقرب بي حتى اقتربت وسمعت قراءة محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه ملتفت ولا أنه شايفه ولا مهتم فيه. وأبو بكر يكثر الالتفات، أبو بكر خيفان وعم يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أمره لله عز وجل. قال: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. هون صار شغلة تانية، أول مرة فأست رجلية وشلفته على الأرض، المرة الثانية غاصت في الرمل، نزلت قوائم فرسي سراقة مثل الرمال المتحركة، غرقت يعني الفرس، صارت نزلت بالرمل لنص الفرس، ما عاد تقدر الفرس تطلع، صار بدها ونش، صار بدها حدا يسحبها. قال: فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فاستقسمت بالأزلام، نعم، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره مرة ثانية. فهون عاد أيقن بأنه في شيء سر، يعني ما هو طبيعي. قال: فناديتهم بالأمان، طلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقع في قلبي لما شفت هالمعجزة هاي وهالكرامة أنه حتما هذا الرجل ما هو إنسان عادي، وهذا فعلا رجل صادق ورجل أمين ورجل سيكون له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، حكالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شو، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، قال له: أنا في معي أكل وفي معي أغراض، إذا بدكم خدوهم. فلم يرزآني، يعني لم يأخذا مما معه شيئا ولم يسألاني شيئا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخفي عنا، قال له: بس أنت لا تجيب سيرتنا، أكتم عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، قال له: اكتب لي عهد وميثاق أنه أنت بيوم من الأيام لما تقوى وتكبر وتنتصر أنه ما يعني تعاقبني. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، يعني من جلد، أعطاه أمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مضى. طبعا في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بسواري كسرى وتاجه. قال: كسرى يا رسول الله أو يا محمد، كسرى 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 تبع الفرس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، شوفوا التفاؤل، شوفوا اليقين بنصر الله عز وجل، يعني هو طالع ومستخفن ومعه أبو بكر وعلى راحلتين وبالصحراء وتعبانين وكذا، وهو يعده بسواري كسرى اللي كان أقوى رجل على وجه الأرض في ذلك الوقت. دولة الفرس كانت أقوى من دولة الروم، وكان دائما كل ما يشتبك الفرس مع الروم كان الفرس يغلبون الروم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر. فهون الناس استغربوا يعني لما نزلت هذه الآيات، لأنه ما في بالعادي أن الروم تغلب الفرس، الفرس كانت أقوى من دولة الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقة بن مالك بأنه سيلبس سواري كسرى وتاجه. فقال: كسرى كسرى أنوشروان؟ قال: نعم، كسرى أنوشروان. فلما رجع بعدين عاد فيما بعد لما صارت الفتوحات في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه،
كان سيدنا سراقة رضي الله عنه يقول: فكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى أنوشروان. وسيدنا عمر أخذ هذا السوار وهذا التاج وألبسه لسراقة مصداقا لوعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم مضى رسول الله. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا أو كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض، عطاهن، شافن على الطريق، هو كان راجع من الشام فشافن على الطريق ومعه ألبسة، فأعطاهم ثيابا بياض فلبسها النبي وأبو بكر. وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. إجاهن خبر أنه طلع من مكة، بس وين؟ شد صلوا على الطريق 6 أيام 7 أيام 8 أيام. فهني كانوا يغدون في كل غداة إلى الحرة، يعني إلى الطريق خارج المدينة ينتظرونه، بيضلوا قاعدين من صلاة الصبح لوقت الظهر. قال: حتى يردهم حر الظهيرة، متى ما الشمس قويت يرجعوا على بيوتهم يستريحوا. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، يعني استنوا من الصبح للظهر ما إجا حدا، فرجعوا على البيوت. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم له، يعني عنده حصن، فاليهودي طالع على رأس الحصن عم يعمل شغلي، فشاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جايين من بعيد مبيضين لابسين أبيض يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا سيدكم أو هذا نبيكم أو هذا قائدكم. فثار المسلمون إلى السلاح وخرجوا جميعا مسرعين من بيوتهم، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم راكب على ناقة، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. النبي صلى الله عليه وسلم أعد وأبو بكر وقف يتحدث: السلام عليكم، كيف الحال، حياكم الله، مرحبا يا أخواننا الكرام. وجعل أبو بكر يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنه النبي، يعني اللي ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ مصعب من أهل مكة بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم، بس أهل المدينة اللي ما حضروا بيعة العقبة واللي ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم فكروا أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، شال رداءه عبايته ووضعها، صار يآوي من الشمس للنبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبث عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. هاي وين؟ في مسجد إيش؟ مسجد قباء. هاي قبل ما يفوت النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فات على بني عمرو في مسجد قباء، وأسس المسجد، نعم، الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا أكثر أهل العلم، جمهور العلماء، على أنه مقصود به مسجد قباء، مسجد قباء. ثم ركب عليه الصلاة والسلام راحلته فسار يمشي ومعه الناس باتجاه مين؟ تجاه المدينة. طبعا المسافة قريبة 4-5 كيلومتر. الآن قباء حي من أحياء المدينة. والآن بالسعودية لاحظت أنا بهاي السفرة وبسفرة العمرة
انه عملوا شيء جديد اسمه طريق السنة. شفتوا شيء شيخ عمر؟ عملوا ممر للمشاة رصيف، يعني عرضه هيك شيء 3 امتار 4 امتار، وعلى اليمين وعلى اليسار شجر مشجر جميل جدا يعني، وهيك لمبات وما لمبات. من المسجد الحرام لمسجد قباء تروح مشي، مسمينه طريق السنة. فتطلع من مسجد فتلاقي الناس يوم السبت، لأنه سنة زيارة مسجد قباء يوم السبت، فبتشوفوا الحجاج والمعتمرين والناس طالعين صباحا بعد الفجر من المسجد الحرام وماشين باتجاه مسجد قباء. المسافة 3 كيلومتر مشيا، تقريبا يعني نص ساعة ساعة إلا ربع بيكون صار بمسجد قباء، بيصلوا يعني هناك الضحى أو بيصلوا الظهر وبعدين بيردوا بيرجعوا. فهذا مسمينه طريق السنة، جميل جدا يعني هالخطوة اللي عملوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة اعترض الناقة سادات يثرب، سادات المدينة، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأسعد بن زرارة وبني عبد الأشهل، كل واحد بده ياخذ الناقة وبده ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده في بيته. فكان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني اتركوها. فهذه الناقة يعني دارت ثم جاءت إلى ساحة خلاء أمام بيت سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وبركت فيه. فهنا يعني سيدنا أبو أيوب كان رجل يعني موفق، وكان رجلا سريع البديهة، رقد أول شيء لوين؟ على أغراض النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس اللي معه أخذوا ودخلوا على بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت الرجل حيث بات رحله، يعني واحد مثلا جايين على سفر نحن، فهالشيخ مثلا عندنا رجل عالم رجل فاضل، أنا إذا كنت يعني ذكي وبفهم رأسا وين شنتايت الشيخ باخذها بفوتها على بيته، لأنه بعدين الشيخ وين شنتايته سيدي تفضل شنتاي عنا. فأبو أيوب يعني من توفيق الله له وحظه كبير وهو بيستاهل، فراح أخذ أغراض النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ترك النبي وترك الناقة وترك العالم فوت الأغراض لعنده على البيت. فلما قال واحد يقول له يا رسول الله تعالى عندي، الثاني يقول له عندي أنا بيت كبير، واحد يقول له عندي 3 غرف، واحد فقال يبيت الرجل حيث بات رحله، قال له سيدنا أبو أيوب إذن تفضل لعندي. فبقي قيل 6 أشهر في بيت أبي أيوب الأنصاري. شوفوا قديش حظه كبير سيدنا أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ساكن عنده 6 أشهر، ريثما بنيت الحجرات، يطلع يصلي ويرجع ينام عنده. وفي قصة جميلة يعني قد يطول لو تكلمنا عنها، ربما تكلم عنها إن شاء الله. قصة معروفة الشيخ عمر لما كان يعني ساكنين أبو أيوب الأنصاري وزوجته سكنوا بالطابق الفوقاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم سقيفة خشب، والنبي صلى الله عليه وسلم سكن بالطابق الأرضي. قال لهم إنه أرفق بنا ولمن يغشانا أن نكون في الأسفل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بده يجي ناس كتير، بده يجي ضيوف، بده يجي زوار، فإذا بدك تسكنوني فوق أنا على السقيفة كل واحد بده يجي بده يفوت وخده طريق وخده درب ويطلع لفوق صعبة، فأنتوا سكون أنت وزوجتك فوق وخلوني أنا بالطابق الأرضي، إنه أرفق بنا ولمن يخشانا. فسكن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن تحت بالطابق السفلي. لكن سيدنا أبو أيوب ما كان مرتاح نفسيا، ما أنه مرتاح. ليش؟ من شدة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم عقله ما يستوعب شلون هو بالطابق وأنا فوقه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أنا ضابطة، لازم يكون هو فوق هو أعلى منزلة. ففي يوم من الأيام انكب عندهم إناء من الطعام، وهي السقيفة كانت يعني خشب ومفروشة هيك بجريد النخل، ما في هيك مثل هاي الأراضي وباطون وخشب وباركي هلأ نعم كتير نحن عم نتنعم فيها. فصار السقف ينقط لتحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أبو أيوب أنه لا يقوم هالمي أو هالطبخ أو هالمرأة صارت تنزل،
على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق ينزعج، فنزل لعند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هيك صار، ومشان الله بوس ايدك بوس اجرك طلع لفوق. فطاوعهما النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا سهلا وصعد الى الاعلى. من لطائف وجمال الامور يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت ابي ايوب الانصاري خلال هاي الفتره كان في بنات صغار من بني النجار، وبني النجار هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم لانه امه من بني النجار، فهدول يعني جواره هيك صغار يجوا يقعدوا على باب ابو ايوب الانصاري، بنات صغار اعمارهم يعني اطفال 5 سنين 6 سنين 7 سنين، فيجلسنا ساعات طويلة ينتظرنا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لعله الله عز وجل يكرمهم ويشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلموا عليه أو يدعي لهم دعوة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج فرحنا وتراقصنا وصرنا يغنينا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. شو يقولوا؟ نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينحني إليهن بتواضع يقول أتحببنني؟ فيقولن نعم، فيقول الله يعلم أن قلبي يحبكن. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأرض المسجد كانت مربدا لتجفيف التمر، ملكا ليتيمين غلامين يتيمين كان في كفالة أسعد بن زرارة. النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى أنه هذا المكان مناسب لإقامة المسجد عليه، ولكن هذا المكان كان مملوكا لغلامين يتيمين، ما استولى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذه من دون أن يدفع الثمن، بالعكس فاوض أسعد بن زرارة. أسعد عرض عليه أنه يعطيه أرض المسجد ببلاش وهو يرضي اليتيمين، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم واشترى تلك الأرض بالمال، ثم بعد ذلك بنى المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يبني معهم ويتمثل يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. نعم، فهذه باختصار قصة هجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طبعا أولا يعني طبعا فيها الكثير من العظات والدروس والوقفات، وربما يعني يأخذ هذا الحديث جلسات وجلسات وجلسات، ولكن نحن على حسب الوقت المتاح لنا نعرج على بعض الفوائد. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللي بيطلع من بيته مهاجر إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيوسع عليه ويهيئ له أسباب الخير والرزق والفلاح والنجاح والتعليم والتفوق، وهذا شيء ملاحظ. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هذا في كفالة الله في رعاية الله عز وجل. الآن أنتن مهاجرات، أنتن الآن في هذا البلد مهاجرات، ما أقنع نفسي أنا إني لاجئ، نحن ما لنا لاجئين، هاي الأرض بلاد الله عز وجل، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لب أوطاني. الآن نحن عم نعاني من مشكلة الوطنية، من مشكلة القطرية، مشكلة القومية، مشكلة سايكس بيكو، هاي تركيا وهاي سوريا وهاي العراق وهاي فلسطين، نحن كمسلمين ما نعترف بهذا الكلام، نحن هاي الأرض كلها أرض الله عز وجل، وهاي البلاد بلاد الله، وأينما في مساجد وفي لا إله إلا الله وفي أذان هاي بلادنا، فنحن هنا لسنا لاجئين. هم يعتبرون لاجئين هن يصطفلوا، هن يعتبرونا ما بعرف ايش يصطفلوا، نحن مهاجرون ولسنا لاجئين. نحن خرجنا كان عندنا بيوت وعندنا مدارس وعندنا مساجد وعندنا أعمال، وخرجنا من بلاد هي أفضل من هذه البلاد. نحن خرجنا من بلاد الشام التي بارك الله فيها والتي هي مهبط الرسالات. كم رسول ونبي نزل في إسطنبول وأنقرة؟ ما في،
صح ولا لا؟ معظم أنبياء الله، كم 100,000 أنبياء الله عز وجل ما بنعرف، أعداد كثيرة جدا. قال 320,000 نبي، وقال 120,000 نبي، اللي الله عز وجل ذكرهم في القرآن 25، ولا واحد منهم نزل في غير البقعة اللي أنتوا اجيتوا منها، الجزيرة العربية وبلاد الشام بس، أطراف العراق، سيناء، بلاد الشام، بيت المقدس، الجزيرة العربية، مكة. هاي معقل الرسالات، هون مهبط الوحي. فنحن جئنا من خير البقاع عند الله سبحانه وتعالى، من بلاد الشام. فنحن ما خرجنا لأنه نحن ما عندنا بيوت، ولا لأنه ما عندنا مدارس، ولا لأنه ما عندنا مساجد، ولا لأنه إحنا ما كنا عايشين وما عندنا أشغال ولا عندنا أرزاق ولا عندنا أعمال، لا، كل شيء كان عندنا هناك أفضل من اللي عندنا الآن. بيوتنا أحسن من البيوت اللي ساكنين فيها، تركنا قصور نحن، نحن ساكنين بالأجار، كان عندنا بيوت ملك، كان عندنا مزارع وعندنا مكاتب وعندنا سيارات وعندنا أخوة وجيران وأحباب ومراتع الصبا. لكن نحن خرجنا من أجل لا إله إلا الله، نحن خرجنا خوفا على ديننا، خوفا على أعراضنا، خوفا على إسلامنا، خوفا على نسائنا، على أطفالنا، خوفا من أن يجبرنا هذا النظام الفاجر على أن نكون معه فنقتل إخواننا، إما أن نقتل وإما أن نقتل، لأنه هذا النظام العصابة ما يقبل أوساط الحلول، يا بتكون معه يا بتكون ضده. فلذلك نحن ضده، نحن وقفنا مع الحق، فنحن مهاجرون في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى توعدنا ووعدنا بأن يوسع علينا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فالهجرة يا بنات، الهجرة بمعناها الحقيقي ليست انتقالا من بلد إلى بلد، وإنما هي حركة نحو الحق. الهجرة هي حركة نحو الدعوة، هي حركة نحو الدولة، نحو الحق، حركة نحو العمل الصالح، حركة نحو العبادة، نحو منابع الخير، نحو نصرة هذا الدين وعزة هذا الدين. الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي درس عظيم لنا، خاصة نحن الآن المهاجرون من السوريين والعراقيين واليمنيين والذين أصابنا ما أصابنا في بلادنا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش سنوات طويلة في مكة في بلده، 40 سنة، يشرب من مائها ويعيش في أفيائها، ثم بعد ذلك يصبح المطلوب الأول لدى أهلها، ويا ليتهم يعني تركوه يخرج وحده يعني سليما معافى، ولكن يريدون أن يقتلوه، يريدون أن يخرجوه جثة هامدة أو يحبسوه ويقيدوه بالحديد، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا ماذا نستفيد منه يا بنات؟ نستفيد أن أهل الحق دائما في صراع مع أهل الباطل، أهل الحق دائما في صراع مع أهل الباطل. فرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته كانت دعوة سلمية، ما كان فيها سلاح ولا فيها قتل ولا فيها عنف ولا فيها ضرب ولا فيها إرهاب كما يسوقون، وكانت دعوة إصلاحية، يعني هو دعاهم إلى محاسن الأخلاق. جعفر بن أبي طالب لما استدعاه النجاشي وحقق معه حكى كلام جميل جدا، يعني يشرح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ويأكل القوي فينا الضعيف ونسيء الجوار، وكنا على ذلك حتى أرسل الله لنا فينا رجلا منا نعرف نسبه ونعرف عفافه ونعرف
أمانته فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده، وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وحسن الجوار وأداء الأمانة. شوفوا كل هاي الأشياء اللي ذكر سيدنا جعفر هي لب الإسلام، هي أخلاق الإسلام. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته دعوة إيمانية، دعوة أخلاقية، دعوة إصلاحية تدعو إلى الخير، إلى مكارم الأخلاق، إلى محاسن الصفات. ومع ذلك حاربوه ورفضوه وحاولوا قتله بعد أن قتلوا بعضا من أصحابه. طبعا هاجر المسلمون جميعا إلى المدينة، ولم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان، مرافقه في السفر ووكيله في مكة، أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، رجلان كانا أول من أسلم وآخر من هاجر، سيد الكهول أبو بكر وسيد الشباب علي بن أبي طالب. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الهجرة، قال: كما يتأخر الربان الشريف على ظهر السفينة الميؤوس منها فلا ينزل حتى ينزل آخر راكب فيها، هكذا يصنع القادة الشرفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هاجر أول واحد وترك أصحابه خلفه يسامون سوء العذاب، لأنه لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ليبني الدولة أولا والصحابي ما زالوا موجودين في مكة، إيش حيصير؟ حيكمشوهم ويقبضوا عليهم ويحبسوهم ويقتلوهم أو يسجنوهم أو يقيدوهم بالأغلال والأصفاد ويعذبونهم. فهون شو بيكون؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم أمن على حاله وطلع وخرج هو وترك أصحابه يعانون ويسامون سوء العذاب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هيك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر كما يتأخر الربان الشريف على ظهر السفينة الميؤوس منها فلا ينزل منها حتى ينزل آخر راكب فيها، ليعلم القادة الشرفاء أن يتصرفوا بهذا الشكل. فلذلك المشركين لما شافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باق في المدينة قالوا شو بدنا نحن بأصحابه، خليه يروح وين ما بدون، طالما محمد وأبو بكر هن الأساس موجودين عندنا وأمام أنظارنا فما في مشكل. ولكن الله سبحانه وتعالى رتب وقضى أمرا بأنه عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كانوا محاصرين له في بيته، ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم النوم، ضرب عليهم النوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وأبقى عليا نائما في فراشه. فكانوا هن بالليل يطلعوا من شق الباب يجدون عليا نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أرادوا قتله وأراد الله حياته وكان لله ما أراد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من وطنه الذي عاش فيه 40 سنة. وأنا الحقيقة أتساءل يعني ما هو الذنب الذي يرتكبه الإنسان حتى يعاقب هذا العقاب الشديد فيحرم من أرضه ويحرم من وطنه ومن أهله ومن جيرانه ومن مراتع صباه؟ من الذي يملك هذا الحق أساسا؟ مين اللي بيملك حق أنه يحرم إنسان من بلده ومن وطنه ومن بيته ومن أمواله ومن أملاكه ومن ناسه ومن أهله ومن جيرانه؟ حق تجريد الإنسان من وطنه، هذا التصرف من أكبر الجرائم في التاريخ. ومشى هذا الموكب المهيب، موكب النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، مشى إلى الدنيا الواسعة. هو موكب حقيقة موكب صغير، ولكنه أجل موكب وطئ تراب الكرة الأرضية. ونحن يا بنات يعني ويا أخوات ويا أخوانا نقف بعد هذا الحدث 14 قرنا أو 15 قرنا لنأخذ منها الدروس والعبر والعظات. أولا
نأخذ درس التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا كافي إلا الله. وأفوض أمري كما قال تعالى: وأفوض أمري على لسان أحد أوليائه، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر، هاجر فقط مع صاحب واحد، مع أبي بكر، وهاجر متأخرا عن جميع أصحابه ولم يكن معه أحد. ماذا يعلمنا هذا؟ يعلمنا صدق التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب، كما ذكرنا أنه جاب الراعي، وأنه جاب عبد الله بن أبي بكر، وأنه جاب الرجل المشرك الذي يدلهم على الطريق، وأنه علف الراحلتين 4 أشهر وبات في غار ثور 3 ليال وأخذ طريق الساحل. كل هذه الأشياء تعلمنا الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه الهجرة يا بنات يتجلى فيها درس التوكل على الله عز وجل كأحسن ما يتجلى في أي صورة وفي أي موقف. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار جاءوا بحثا عنه، فوصلوا إلى مكان، لو نظروا إلى مكان يعني هيك بس أعطوك شوي إلى أماكن أرجلهم لرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الغار. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وكان سعيدا وكان مطمئنا، فتبسم وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ حقيقة يعني نحن في هذا، في هذا الحياة، في هذا العمر، نحن في هجرة يا بنات، ونحتاج إلى الصحبة. يعني درس الهجرة يعلمنا أن الإنسان يحتاج إلى صاحب حتى ولو كان نبيا معصوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ومعصوم، ومع ذلك احتاج إلى صاحب. ويتعلمنا دروب الحياة أننا نحتاج إلى الصاحب والأخ والصديق الذي يقول لنا: لا تحزن، إن الله معنا. فالحياة سفر شاق، والليالي هجرة قاسية، وكم نحتاج في دروب الحياة إلى صديق يقول لنا: لا تحزن، إن الله معنا. تعلمنا الهجرة أن الإنسان يحتاج إلى صاحب وإلى صديق وإلى أخ حتى ولو كان نبيا. تعلمنا أن نختار إخواننا وأصدقائنا بعناية فائقة. فالأخوة في الله قد تكون أحيانا أقرب من صلة الدم، أحيانا ممكن الأخ في الله يكون أقرب إلينا من صلة الدم. فأبو بكر رضي الله عنه كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أعمامه، ما أخذ عم من أعمامه، ما أخذ أحد من أولاد عمه، وإنما أخذ معه أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لا تحزن، إن الله معنا. هذه يا بنات معية الله عز وجل التي نحتاج إليها في كل وقت، في كل لحظة، معية الحفظ والتأييد والتسديد لأولياء الله عز وجل. هذه المعية التي صاحبت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع في المنجنيق وألقي في النار وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المعية هذه التي صاحبت موسى عليه الصلاة والسلام عندما هرب بقومه من فرعون الطاغية، وإذا بهم يعني يجد أمامهم البحر، نظروا من الخلف فرعون وجنوده يلحقون بهم ومن أمامهم البحر، فيعني ماذا يفعلون؟ فقال قوم موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذه كلا يعني أداة زجر ونهي، ما قال له لا، قال كلا، بيقين الأنبياء، بيقين الصالحين، كلا إن معي ربي سيهدين. وجاء الوحي من الله سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر بالعصا. لما يعني تنتهي يا بنات أسباب الأرض تتدخل أسباب السماء. الآن نحن كسوريين في كرب شديد،
ويعني ضاقت بنا الأرض بما رحبت، شيء يتعلق بالإقامات وشيء يتعلق بالكملك وشيء يتعلق بالمخالفين وشيء بيعبوا الناس بالباصات وشيء بيسفروهم إلى مناطق أخرى، وهذا من إدلب بيسفروا على تل الأبيض وهذا من عفرين بيسفروا على أماكن أخرى، وبعضهم يعني بياخدوا من موقف الباصات بلاقي حاله مثلا بحلب أو بإدلب وعيلته ما زالت موجودة بإسطنبول، وهاي العيلة لا إلها معيل إلا هذا الرجل، أسر تفرقت، عائلات تمزقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن عندما تضيق أسباب الأرض تتدخل أسباب السماء، يأتي الفرج من عند الله تبارك وتعالى، كيف لا نعرف، ولكن الله سبحانه وتعالى كلما ضاقت على العبد المسلم المؤمن الموحد المتوكل على الله، الله عز وجل يفرجها عليه. يا فارج يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فسيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم. فمضى موسى ودخل البحر أمام منظر فرعون، فرعون وجنوده يشاهدون، ويعني بقوا ينتظروا، ما لحقوا لموسى، ظلوا ينتظروا انه بده يشوفه بده يطلع من الجهة الثانية ولا ما بده يطلع. فلما نجا الى الطرف الثاني هنا تشجع فرعون وجنوده، فظنوا انه الموضوع نوع من المد والجزر، حالة طبيعية يعني، لأنه لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالمعجزات ولا يؤمنون بخوارق العادات. فدخل فرعون وجنوده البحر، فلما صاروا في وسط البحر أوحى الله سبحانه وتعالى إلى البحر أن يلتئم بعضه على بعض، فغرق فرعون وجيشه. فقال لما أصبح هذا المجرم الأفاك، لما صار في الوقت الضائع وأدرك يعني أيقن بالهلاك، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال له الآن، هذا استفهام استنكاري، الآن الآن آمنت، الآن بعدما غمرتك المعجزة، بعدما أحاط بك البحر، أفي هذه اللحظة أيها المجرم بعد أن فعلت الأفاعيل؟ فالله سبحانه وتعالى دائما يتدخل لنصرة أوليائه بالتوكل على الله وباليقين بالله سبحانه وتعالى. فلنصبر يا أخوات، نصبر على هذه الظروف ونصبر على هذه الشدائد، ولنرجع إلى الله عز وجل ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني الذي نتعلمه من الهجرة هو أن نهجر المعصية، لأن ما في هجرة بين مكة والمدينة، مكة والمدينة الآن ديار إسلام، لكن هناك الهجرة من موقع إلى موقع، من حال إلى حال، من المعصية إلى الطاعة، من ذل المعصية إلى عز الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن معاني الهجرة، معاني الهجرة أن ندع المعصية، أن ندع صديق السوء وصديقة السوء، أن ندع المال الحرام، أن ندع أي علاقة لا ترضي الله تبارك وتعالى. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ما قلت أنا الآن مهاجر وأنت الآن مهاجرة، والمهاجر في زمن الفتن فهو عابد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة، والعبادة بمفهوم الواسع يعني، ليس بس صلاة وصيام، لا، أنت إنسان مستقيم، أنت إنساني مستقيمي، فأنت في عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت في مقام الهجرة في زمن الفتن. عبادة في الهرج كهجرة إلي. فنحن نقول لكل فتاة مسلمة ولكل شاب مسلم، لا تنسوا أنكم إذا استقمتم على أمر الله عز وجل في هذا الزمن الصعب وفي هذه الأيام وفي زمن الفتن،
وأنتم أينما تحركتم تجدون أمامكم الفتن وتجدون المعاصي وتجدون الذنوب وتجدون المنكرات على قارعة الطريق وفي المجلة وفي الجريدة وفي التلفاز وفي الإنترنت وفي الطريق وفي الأسواق وهنا وهناك. اعلموا أنكم مهاجرون، استحضروا معنى الهجرة دائما، أنكم في زمن الفتن وأنكم في عبادة، فأنتم في هجرة دائمة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. في قضية أخرى تتعلق بالهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن نحن نقول يبقى باب الهجرة مفتوحا إلى يوم القيامة عندما نهجر الأوطان من أجل الدين، من أجل إقامة الإسلام، من أجل قول الحق ونصرة المظلوم وحفظ الدين والعرض، فهذه هجرة في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمنا يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنا حقيقة لا أفهم من هذا الحديث معنى سلبيا، البعض يفهم معنى سلبي يعني أنه الإسلام غريب والإسلام انتهى والإسلام ضاع والناس كفرت والناس ما بعرف إيش ونحن في تراجع وخط الإسلام نازل بنزول. لا بالعكس، أنا بالعكس أنا أتفائل، يعني أنا عندما أرى أمثال هذه الأحاديث لا أفهمها معنى سلبيا، بمعنى أنه والله أترك الحراك وأترك العراك وأترك بذل الجهد وأستسلم لليأس وإلى القعود اليأس المقعد عن العمل، لا لا ما هيك المعنى. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الحقيقة وجدت له كلام جميل جدا في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول يحتمل أن يراد بهذا الحديث المهاجرين إذا تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، يعني مثلكم أنتم بالذات. يحتمل أن يراد بهذا الحديث المهاجرين إذ تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. قال بآخر الزمان هلأ نحن تشتد المحن على المسلمين ويضيق عليهم في أديانهم فيهاجرون، فيكونون كالمهاجرين الأولين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بسبب دينهم وخوفا على إسلامهم. هذا الدرس الثالث من دروس الهجرة. دعت خلاقكم ما هيك؟ شو رأيك شيخين؟ نوقف ولا نتابع؟ مع المتابعة. انت شو نتابع ولا شوبته؟ شوبوا خلاص ما عاد حنتوقع. قديش مضى هلا انسي؟ لا لسه خمسة. ثلث ساعة. الاونلاين لا كثير حلوة المحاضرة. نتابع استاذنا. بتول عم تقول نتابع استاذنا. اي نعم. حميدة عم تقول كتير حلو المحاضرة. أنا عامل لكم أسماء مشان تكون تقاتلوا معهم فيما بعد، لأنه هون الأخوات يعني حر كتير، والله يعني الله يجعله مكيف، هذا المكيف ما له علاقة بالتكييف، وهذا السقف هون يعني ضاربته الشمس. أقول إن شاء الله يعني هاي يعني هالعرق هذا في سبيل الله، وإن شاء الله تجدونه يعني يوم القيامة في الجنة تتزين به كالجمان كاللآلئ. انتوا بتحبوا الألماس ما هيك؟ طيب هذا ان شاء الله بصير ألماس في وجوهكن يوم القيامة. طيب نتكلم شوي. الدرس الرابع من دروس الهجرة هو الارتباط العاطفي بالوطن، الارتباط العاطفي بالوطن. النبي عليه الصلاة والسلام يا بنات لما خرج كما في الحديث الصحيح خرج من مكة وقف عند منطقة اسمها الحزورة، اسمها الحزورة. الآن هاي المنطقة شيخ عمر تسمى سوق الليل. تتذكر أنت إمتى آخر أول مرة عفوا رحت على الحج أو العمرة؟ أظن بالألفين وعشرة كان موجود سوق الليل. سوق الليل بعدين أزيل،
كنا نمشي فيه بيقولوا له سوق غزة، كان هيك مثل سوق المسقوف عندنا في حمص أو مثل سوق الحميدية في دمشق، سوق مسقوف وعلى اليمين وعلى الشمال يوجد دكاكين ومحلات والناس تشتري. فهذا هون المنطقة اسمها الحزورة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف هنا ونظر باتجاه مكة لما طلع، وعيناه تذرفان وقال: الله يعلم أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك قط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني المدن يا بنات سبحان الله بصير في علاقة عاطفية بين الإنسان وبين بعض المدن، حتى أنا مثلا في بعض المدن لما بدخل عليها مباشرة برتاح ونفسيتي بتتحسن وبحبها سبحان الله. وعلى فكرة سكارية من هذا النوع، يعني في مدن مثلا بولو بس فت عليها سبحان الله ما بعرف ايمت بدي اطلع منها. ازميت نفس الشيء، اسطنبول مغمة وزحمة وكذا، سكاريا برتاح، لا إله إلا الله لما بيجي، مرسين برتاح، أضنا ما برتاح. بس بالنسبة لسوريا نفس الشيء، لما بنزل على الشمال السوري مثلا تروح على بعض المدن ترتاح فيها، سلقين دركوش هاي هيك المناطق، بجوز لأنها على العاصي وأنا من حمص فبحس كفر تخاريم هاي المناطق هناك. في بعض الأماكن مثلا في مدينة اسمها الدانة سبحان الله ما بقدر أدخل عليها، يعني بس أدخل ما أعرف كيف بدي أطلع منها. حتى أسعد طه في له كلام يعني بيقول إنه يعني المدن تترك آثارا مثل الأشخاص، هل تشتاق إلى المدن كما تشتاق إلى الأشخاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلمنا الارتباط العاطفي حتى مع الجماد، فكان يقول: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل الإسلام، الآن إذا رأيته عرفته، بيعرف الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا جماد سبق المفردون جبل، وكان يقول: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. تخيلوا أنه كان في علاقة عاطفية ومشاعر ما بينه وبين الجبل، فما بالكم بالناس، ما بالكم بالأشخاص، ما بالكم بالصحابة، ما بالكم بالزوجات، ما بالكم بالأبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاطفته قوية في هذا المجال. فلما خرج من مكة قال: الله يعلم أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. هذا المعنى العظيم، أنه القصة هنا يعني ليست مثلا ازدراء هذا البلد أو شعر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يحصل له الاستجابة في هذا البلد في مكة ولم تزهر دعوته ولم تنجح في مكة كما كان يتمنى، أنه مثلا يحقد عليها أو يدعو على أهلها أو يتمنى لهم الهلاك أو يتمنى لهم الدمار. الآن مثلا في بعض الأخوة متضايقين من الأوضاع بتركيا، الله ينتقم منهم، الله يخرب بيتهم، الله لا يوفقهم، إن شاء الله بصير فيهم مثل ما صار فينا. لا يا أخوان، هذا ما يليق بالمسلم ولا يجوز. المسلم دائما يحمل الخير للآخر، نقول الله يجزيهم الخير، استضافونا 10 سنين والآن تغيرت الظروف ونحن مهاجرين في سبيل الله، إذا الله كتب لنا نبقى هون بنصبر إن شاء الله، وإذا ما الله كتب لنا أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما هيك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الله يلعن مكة والله يلعن أهله والله يخرب بيتهم والله ينتقم منهم وليك شلون طلعوني وشلون أخرجوني، لا ما فعل هذا. قال: والله إنك لأحب الأرض بقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. فهذا معنى مهم جدا يا بنات، بمعنى أن الإنسان لا ينسى أهله، لا ينسى وطنه، لا ينسى بلده، لا يقسو على وطنه ولا يبغضه. نحن نبغض أولئك المجرمين، العصابة، الظالمين الذين نكلوا بنا وبأهلنا وأخرجونا وقتلوا الآلاف وشردوا الملايين ودمروا البلاد وتعاملوا مع الروس والإيراني ففعلوا هذه المناكر الكبار، لكن نحن لا نقسو على أهلنا ونبقى على تواصل معهم وندعو لهم ونحبهم، نحب مدننا، نحب أوطاننا، نحب الشام وحلب وحمص وحماة والدير وإدلب والمعرة والقامشلة وكل المدن، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها
فحنوا لذلك. هذا شيء في يعني في فطرة الإنسان. وأنا دائما يعني أتغزل بمدينتي بحمص، بهذه المدينة الجميلة وبأهلها، وأترنم بقول الشاعر ديك الجن الذي قال: أعرفتها تلك الربوع العالية ما بين لبنان وبين البادية، الأشواق مني وافية، ناديت بلهفة المطرود: يا حمص يا أرضي وأرض جدودي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى مدننا وقرانا وبيوتنا سالمين وغانمين بالعز ومنصورين إن شاء الله. كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحنون إلى أوطانهم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أصابته الحمى في المدينة يقول: ألا ليت شعري، شوفوا الشعر الجميل، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني ممكن نرجع مرة تانية وشوف جبال مكة واجلس في مكة وعيش في مكة ويتذكر المعالم والملامح والجبال والمناطق المرسومة والمحفوظة في ذاكرته عن مكة وما حولها. كذلك سيدنا بلال رضي الله عنه وغيرهم من الذين هاجروا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الدرس الخامس الأمل. الأمل، الهجرة تعلمنا الأمل، تعلمنا التفاؤل، تعلمنا عدم اليأس. يعني لو بتفكروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهي الظروف الصعبة وهو وحيد وهو محاصر ولا يملك شيئا من الدنيا إلا ناقة عليها جراب فيه بعض تمرات وقليل من الماء، وهو خارج وهو مطارد ملاحق ليذهب إلى المدينة ويبني هناك المسجد ويضع الميثاق ويضع الدستور ويؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويبني المسجد ويؤسس الدولة ثم يؤسس الجيش ثم تبدأ الفتوحات وهكذا. لما قال لسراقة بن مالك: يا سراقة كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ أين كسرى؟ هذا إمبراط، ماذا تقول يا رسول الله؟ إمبراطور فارس، ديكتاتوري الشمال، المجرم السفاك. سراقة استغرب من هذا الكلام، أعتقد ربما قد يكون يعني قد ضحك واعتبر أن هذا الكلام ضربا من الخبال. هذا الإنسان المطارد يستولي على إمبراطوريات الدنيا، هذا يلغي مملكة العالم وهو لا يستطيع اليوم أن ينجو بنفسه، وبالفعل تم ذلك وانتصر الإسلام ودكدك الظلم وفتح الشمال ورفرفت راية لا إله إلا الله على الإيوان، وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه داس مملكة كسرى بقدميه ودكدكها برجليه، وكما قال حافظ إبراهيم شاعر النيل: وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها، وما أتى بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها. فهكذا يا بنات تعلمنا الهجرة في كل فصل من فصولها كيف نصنع الأمل، كيف نترقب ولادة النور من رحم هذه الظلمات، وكيف نترقب خروج الخير من قلب هذا الشر وانبثاق الفرج من كبد الأزمات. فما أحوجنا ونحن في هذا الزمن إلى الشعور بالأمل والخروج من دائرة اليأس والإحباط التي نعيش فيها، ونحن نرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجحت وكيف كان في ذلك نهضة للأمة كلها. ما أحوجنا في زمن الهزائم، في زمن الانكسارات والجراحات، إلى أن نتعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري يا بنات، من يدري يا أخوان، من يدري يا أحباب، من يدري، ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ربما كانت محنة ولكن في طياتها المنحة. أوليس قد قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا، مكة المكرمة ضاقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكرت به، فجعل الله عز وجل نصره وتمكينه في المدينة،
ونحن تضيق بنا الأرض قد يكون نصرنا وتمكيننا في مكان آخر، قد يكون في بلدنا، قد يكون في بلدان أخرى من بلاد المسلمين. المسلمون ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرهم أبو بكر على الحق أطرا، ولم تمضي إلا سنتان اثنتان حتى كانت جيوش أبي بكر تحاصر قيصر وكسرى. أصابنا التتار وأصابنا المغول وأصابنا الصليبيون، وفي كل مرة كنا نقوم على أقدامنا وننتصر وتنهض هذه الأمة وتصنع المعجزات. فاليأس والقنوط ليس من خلق المسلم، اليأس والقنوط ليس من خلق المسلم، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الدرس السادس: الانفتاح على الجميع والاستفادة من خبرات الآخرين. عبد الله بن أريقط هذا الرجل كان مشركا، وهو الدليل الذي رسم لهم الطريق. يعني أخطر مهمة في التاريخ الإسلامي كله هي الهجرة، وهي حدث نبوي، وهي فعل شرعي بحت، ونلاحظ هنا فيها أنها يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه انغلاقا، بل فيه استثمار وفيه استفادة من كل الناس ومن كل فرص الحياة، من مسلمين ومن غير مسلمين، ولكن المهم هو الثقة والأمان، وجود الثقة التي يطمئن معها الإنسان إلى أنه يتعامل مع الشخص المناسب. عندنا خبراء أجانب، عندنا مستشارين نتعلم منهم العلم، نأخذ عندهم دورات، نستفيد منهم حتى في الصناعات الحربية، في الصناعات العسكرية، في الصناعات العلمية، في صناعة الصواريخ، في صناعة الطائرات، في أي مجال من المجالات نتعامل معهم بالأجرة بالمال. الشرط أنه نستخدم الشخص المناسب، الشخص الثقة، الشخص المأمون. فهذا معنى أن الهجرة تعلمنا الانفتاح على الآخرين وعدم الانغلاق، عدم الانغلاق. الدرس السابع: حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، كما ذكرنا قبل قليل، لما دخل المدينة دخلها من أوسع أبوابها، وصارت العيون تتلقاه بالدموع، وهب الأنصار يفتحون له بيوتهم لينزل في أعز منزل فيها، ويشرعون له أبواب قلوبهم لينزل في السويداء منها. وكل سيد من سادات الأنصار جعل يعترض طريق الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها دعوها فإنها مأمورة. وكلما تجاوزت دارا حزن أهلها بينما يشرق الأمل في نفوس من يليهم، حتى بركت كما ذكرنا في ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وكانت جوار صغيرات من بني النجار يجلسن على باب النبي صلى الله عليه وسلم ساعات طوال، رجاء أن يكرمهن الله عز وجل بلحظة يحظين بها برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولنا: نحن بنات أو نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الشعور العاطفي، لازم نحن يا بنات ننمي هذه العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب، بالاشتياق، بالعاطفة، بالذكر، بالصلاة على النبي، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة سيرته، أن نتمثل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا دائما. نقرأ سيرة المختار، نقرأ أحاديث رسول الله، نتعلم هديه الشريف، نلتزم بسنته، نفعل ما كان يفعله، ندعو ما كان يدعو به، نقول ما كان يردده، نأخذ الأذكار التي كان يرددها عليه الصلاة والسلام. هكذا تقوى الروابط بيننا وبينه. أحد الأدباء يعني له كلمة جميلة يقول: سيدي يا رسول الله، لا أعرف. الدكتور عبد المعطي الله يعافيه يا رب، ابن عمي دكتور عبد المعطي شاعر وأديب، مريض، دعوله، مصاب بالسرطان.
له كلام جميل وهو شاعر له ديوان مطبوع، يقول: سيدي يا رسول الله، لا أعرف من التاريخ غير سيرتك، ولا أعرف من الجغرافيا غير مدينتك، ولا أعرف من الثقافة سوى أحاديثك. أنا نخلة متعبة تحلم بالنوم على أعتاب بابك. نعم، ويقول الشاعر: حبك في دمي وكياني، حبك يا رسول الله في دمي وكياني، نور أغر يذوب في وجداني، أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي رضاك أماني. يقول سيدنا أنس: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم، صاروا السودان يرقصون رقصة، تعفوا الأفارقة هيك لهم رقصات وكذا. اي نعم، من فرح الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني بقي بعض الكلام، ولكن يعني خلص بكفي هيك، ما بدي أنا ضايقكم أكثر من هيك. اللهم يا رب نسألك هجرة من الشقاء إلى الراحة، ومن الحزن إلى السعادة، ومن البلاء إلى العافية، ومن المرض إلى المعافى، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن الذنب إلى المغفرة، ومن الكسر إلى الجبر، ومن الظلم إلى نصرة الحق. اللهم أدخل علينا هذا العام الهجري بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان منك يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظني واحفظ أخواتي وإخوتي وأحبابي والمسلمين جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير.